حياكم الله مشاهدينا الكرام في السلطة الرابعة، والتي نستعرض فيها أهم الأخبار في المواقع العربية والعالمية وأيضا المواقع والصحف المحلية، وأبدأها بأبرز العناوين. في موقع يمن مونيتور، الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ترجمة روح المصالحة الأخيرة إلى حل سياسي شامل في اليمن. وفي العاصمة أونلاين، ميليشيات الحوثي تحتجز أسراها المفرج عنهم من سجون سعودية وتخضعهم للتحقيقات. وصحيفة الشرق الأوسط تكتب: طهران تعزز دعمها لانقلابيي اليمن بتعيين سفير في صنعاء. مرحبا بكم. قال برنامج الأغذية العالمي إن الحصول على الغذاء يعد كفاحا بالنسبة للملايين في اليمن الذي يشهد حربا منذ 6 سنوات. ووفقا لآخر دراسة تحليلية لبرنامج الأغذية العالمي تناولها موقع المصدر أونلاين، فإن التزايد الخاطف في أسعار المواد الغذائية هذا العام وأيضا تصاعد الصراع يعني أن ما يقارب من 40% من الأسر في اليمن غير قادرة الآن على تلبية احتياجاتها الغذائية. بحسب الموقع، فقد أوضح الغذاء العالمي أن أكثر المناطق تضررا هي الجوف وريما والضالع والبيضاء، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها لدعم المجتمعات في جميع أنحاء البلاد ونيله مؤخرا جائزة نوبل للسلام على جهوده في مكافحة الجوع ومساعدة المحتاجين في مختلف بلدان العالم. قال موقع يمن مونيتور إن الاتحاد الأوروبي دعا إلى ترجمة مبادلة الأسرى والمعتقلين التي تمت خلال الأيام الماضية إلى حل سياسي شامل للنزاع في اليمن. وقال الاتحاد في بيان له إن الإفراج عن المعتقلين من قبل الأطراف اليمنية في 15 و16 من أكتوبر وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 من ديسمبر في جنيف خطوة أساسية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر عام 2018. أشاد الاتحاد بالعمل الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة ومكتبه لتيسير الإفراج عن المعتقلين ولم شملهم مع ذويهم. وبحسب الموقع، فقد طالب جميع الأطراف بمواصلة العمل وبشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف المحادثات السياسية. يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة. في موقع اليمن نت، قال وزير النفط والمعادن أوس العود إن تصدير النفط من شركة صافر سيستأنف عبر ميناء النشيمة بشبوة قبل نهاية العام الحالي. وبين الموقع في تقريره أن العودة اطلع على أعمال التجهيزات الفنية لاستئناف تصدير النفط صافر عبر الأنبوب الجديد الواصل من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة. وبحسب الموقع، فقد أشار الوزير إلى دور شركة صافر الاقتصادية الكبير في رفض خزينة الدولة بالعملة الصعبة وتوفير جزء كبير من احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والغازية. وذكر الموقع أن تصدير النفط اليمني توقف بسبب الصراع الدائر في اليمن منذ العام 2015، ما أدى إلى تأثر الاقتصاد بشكل كبير إلى جانب عوامل الصراع. موقع العاصمة أونلاين نشر تقريراً قال فيه إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز أسراها المفرج عنهم من سجون سعودية ضمن صفقة تبادل التي جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها برعاية الأمم المتحدة وعلى متن طائرات الصليب الأحمر. وبين الموقع في تقريره أنه وفور وصول أسرى ميليشيات الحوثي إلى مطار صنعاء، قامت الجماعة باحتجاز 220 منهم، وخاصة الذين كانوا في سجون سعودية من أصل 470 أسيراً. وبحسب الموقع، فقد قالت الميليشيات الحوثية أنها ستخضع أسراها الذين تحتجزهم بصنعاء لعملية فحص واستجواب لعدة أيام. واستغرب أهل الأسرى الحوثيين في تصريحات من الخطوة التي أقدمت عليها الجماعة باحتجاز ذويهم الذين قاتلوا في صفوفها، مشيرين إلى أن الميليشيات أبلغتهم أن أولادهم سيخضعون للفحص والاستجواب قبل أن يتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم. قال الكاتب في موقع يمن شباب منذر فؤاد أن الفعالية السياسية التي اتسمت بها أحزاب المعارضة في اليمن خلال العقد الماضي وبلغت أوجها مع اندلاع ثورة فبراير عام 2011 تلاشت شيئا فشيئا بمجرد أن أصبحت هذه الأحزاب جزءا من السلطة الحاكمة. وبين فؤاد في مقتضب مقاله أن الأحزاب السياسية اليمنية أصبحت اليوم جزءا من السلطة،
وبصرف النظر عن مصادرة الإنقلابيين الحوثي والانتقالي لجزء كبير من هذه السلطة، فإن هذا لا يبرر حالة التبعية للخارج، السمة الأبرز للسلطة وأحزابها منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس عام 2015. أشار الكاتب إلى أن عاصفة الحزم حولت الأحزاب السياسية من أحزاب محلية طالما تغنت بأوجاع وتطلعات الشعب إلى أحزاب محلية تنطق بلسان الخارج، وهي بذلك لا تفقد استقلاليتها فحسب تحت مبرر الضغوط السياسية، بل تحشد الناس للمشاركة في تشييع جنازتها والتعجيل بدفنها في المستقبل القريب. ونوه الكاتب في مقاله أن دور الأحزاب في هذه المرحلة التاريخية المهمة يجب أن يكون معبراً عن الإرادة الشعبية للخارجية، غير أن ما يحدث الآن هو العكس. تتولى بعض الأحزاب تلميع العبث الخارجي كلما اشتد حنق الناس وضاقوا ذرعاً بهذا العبث. ومن يراجع المواقف السياسية للأحزاب من عبث دولة الإمارات سيدرك كما أن هذه المواقف خدعت الناس لفترة طويلة قبل أن تتغير فيما بعد، ليس لأجل الشعب بل لأن حساباتها الخاصة اقتضت ذلك. وإلا ما المعيار الذي يجعل من العبث الإماراتي مرفوضاً ويقوض الاستقرار، بينما يجعل من العبث السعودي دعماً لاستقرار اليمن؟ اتهم خبراء أمميون الإمارات باحتجاز 18 يمنياً كانوا معتقلين سابقاً في سجن غوانتانامو الأمريكي، مطالبين أبوظبي بالتراجع عن خطط ترحيلهم قسرياً لبلادهم. وقال الخبراء في بيان نشره الموقع بوست، وقال فيه إنه جرى نقل السجناء السابقين بمعتقل غوانتانامو 18 إلى الإمارات خلال الفترة ما بين نوفمبر تشرين الثاني 2015 ويناير كانون الثاني عام 2017، حيث يخضعون للاحتجاز هناك منذ وقتها. وبحسب البيان فإنه بدلاً من إطلاق سراح المعتقلين تم إخضاعهم للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم، والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية. واعتبر البيان أن عزم أبوظبي على إعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم قسراً مخالفاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأردف نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين وبعد سنوات من الاحتجاز في غوانتانامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في الإمارات. في إطار دعمها السياسي والعسكري المستمر للميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن طهران عينت سفيراً معتمداً لدى الجماعة الموالية لها في صنعاء، وهو ما أثار استياء واسع في الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات للشرعية للرد على هذه الخطوة العدائية من قبل طهران. وبيّنت الصحيفة في تقريرها أن طهران تحاشت الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس عام 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي سفيراً مزعوماً لها في طهران، وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسلمه مقرات السفارة اليمنية. وذكرت الصحيفة أن إعلان طهران جاء في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة نقلتها عنه وكالة أنباء فارس، قال فيها إن السفير الإيراني الجديد لدى اليمن حسن إيرلو وصل إلى صنعاء ووصفه بأنه سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية. وفي حين لم تكشف إيران عن الطريقة التي وصل بها إيرلو إلى صنعاء، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنه وصل على متن طائرة عمانية نقلت الأربعاء الماضي 283 جريحا حوثيا كانوا يترقون العلاج. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.